شبكة الإعلام العراقي تقدم. صراع العاصفة. بطل؟ بس هو ما قال لي إنه بطل منكم. حضرة العميد تفضل بالمكتب السريح. بس حتى تزعجي، أنا أعرفها كل الزين. ها يعني علي ما أخذها كزميلة أو كزبونة. شو ما دافتهم كلامك، ممكن توضح لي شنو الموضوع؟ أوضح لك فاتن؟ شو اسمك؟ أنا جبار. لا عفو أستاذ، أنت فرستن. كمل الرسم. عوف الموضوع ولا تروح، هذا جبار يبين مستهتر وأبو دروب. إيه همزين لحقت عليكم، خلي أجي وياكم خاف تحتاج. قلك اليوم هيام جوي عليها خطابة. إذا عجبك أوديها إلا يعني سمكرها على البارد، وما راح تبين الضربة أبداً. حسيت أنه علي مظلوم وشوية استعجلنا بطرده من الشركة. صراع العاصفة، تأليف وإخراج الدكتور عبد الباسط سلمان، بطولة نجوم السينما العراقية هند كامل، إياد راضي، سامي قفطان، لا مو مال قاعدة، بس فاطمة الرباعي، عوف الموضوع ولا فوزية حسن، السيناريو أبدا، طه علوان، مقداد مسلم، شنو الرجال اشتكى لك مني؟ ضير أبو العباس، شد الجبار، فارس عجان، عبير فريد، الدكتورة هند البياتي. سعدون صاير تاجر، يا أخي تاجر بيت واحد تعبان. علي البصام، رائد خيري، خذهم يا أبي. الموهبة أحمد السلمان، ما أريد هاي الطيارة. أموري ماما، كافي حبيبي كافي. المسلسل الإذاعي صراع العاصفة. المونتاج أصيل صالح. التعليق مريم الصائغ. عدد الإخراج تهام حسن. التأليف الموسيقي فائز ميناس. أنا جبار استاذ. بابا هاي تكسارة، تعرف شنو تكسارة؟ ما في سيارتك السايبة، بس تعرف شو مالك ما تفسع سيارتك. بلا زحمة اعطيني سويتش السيارة، خلي أطبق بالجراج من المحطة. يعني قصدي هو بطل منا وبعد ما بطل؟ طلعت ما يدبروها. وين يخلون سياراتهم؟ شلون يطبون السيارة؟ المسلسل الإذاعي صراع العاصفة.